لك دوما قريب. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى لكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الكش سهل، ونقدم لكم جوج ديال العواصر. تابعوا معايا. اول حاجه غادي نقدمها لكم الحشوه ديال الكش. نحتاجوا فيها شويه ديال الكفته، شويه ديال الفلفله حلوه خضراء وحمراء، وواحد البصله مشلضه، شويه ديال القزبر، شويه ديال المعدنوس، بزار ملحه، شويه ديال سكينجبير، وشويه ديال زيت العود باش غنشحروا الحشوه هذه. بالنسبه لاباط ديال الكش هي طايبه من الصطيب، انا خديتها جاهزه، مره اخرى ان شاء الله غنصاوبها معكم. وبالنسبه لباغي الكش فيها تقريبا غادي نحتاجوا فيها جوج بيضات، لا كريم فريش سائله ديال الطياب، واحد صاشي ديال الخميره، ومعلقه ديال المايزينا، جوج فرماجات ولا ثلاثه، وشويه ديال الفرماج محكوك. ونبداو ان شاء الله نشحروا هاد الحشوه هذه. انا غندير دابا البصله شحر، الحشوه ديالي منين طيبتها هي غنديرها هي تبرد. غادي ندير دوك جوج بيضات اللي قلنا، غندير عليهم مايزينا، درنا دوك جوج بيضات، معلقه ديال المايزينا، وحركنا. غندير صاشيه ديال الخميره، thank you.
كملت دوك الكيش ديالي غندخلهم دابا الفران ونرجع معكم باش نوريكم العصير اللي قلت لكم دوك جوج عواصر وما تمشيو فين. بالنسبه للعصير اللي قلت لكم الاولاني ديال البنان غادي نقول لكم المقادير اللي فيه. فيه تفاحه كبيره مقطعه بالقشور ديالها، كاين فيه أربعة تقريبا ولا خمسة ديال الحبات ديال التمر وشويه ديال الزبيب ودانون ديال البنان وربعة ديال البنانات. ونبداو ان شاء الله. انا الحليب غنخوي فيه القياس اللي غنحتاجو، اللي بغاه يكون ثقيل المهم انا غنخوي. دابا غنقول لكم شحال تقريبا اللي استعملت فيه ديال الحليب. نديرو شويه وندور السكر. سنيده كنقول انا بان كاين تمر وكاين زبيب، يعني ما نحتاجوش سنيده. وتبارك الله راه الديسير راه حلو وما كاينلاش. ها هو العصير ديالنا الاولاني، راه كيجي زوين ما تحتاجو ديروا فيه السكر، كل واحد الذوق ديالو. انا بالنسبه ليا هكا الله يجعل البركه. ها العصير الاول، دابا نقدم لكم العصير الثاني. ما تمش الاولاني ديال البنان تقريبا لحيت منه كاس صغير ديال الحليب، كاس صغير تقريبا ديال الحليب لحيت منه، المهم يطرو ما كاملش، ناقصه منه كاس. بالنسبه للعصير الثاني كنحتاجو فيه ثلاثه ديال الليمونات كبار مقطعين دوائر، شويه ديال السنيده كل واحد القياس ديالو، وهادو ربعه ديال هادو البيش اربعه صغار قشرتهم. وبالنسبه للفريز نقول لكم تقريبا ربعه هكا. انا كان عندي مكونجلي الفوق ونبدا ان شاء الله. غندير داك الليمون سنيده، انا غندير تقريبا واحد جوج معالق كبار، ها وحده ها جوج، نخلط بالماء بارد.
هو داك الكيش ملي خرجته من الفران هو كيفاش كيجي الشكل ديالو بسيط وسهل، ما كتعطلش بزاف زعما، ما كيدوز واحد الوقت اللي هو كتير. نتمنى تجربوه ويعجبكم. وها العصير اللي صوبت لكم الاولاني وها هو الثاني من خوتو، نتمنى تجربوا هاد العواصر هادو ويعجبوكم ان شاء الله، وتشجعونا في القناة ديالنا وبالصحة والراحة الفطور ديالكم، وسمحوا لينا والى فيديو جديد ان شاء الله. الى فيديو جديد ان شاء الله.